السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة 27 مارس، ومعاكم في التقرير اليومي حسب ما بجيبه من موقع worldmeters.info. هو بداية زي ما انتوا هتلاحظوا في زيادة واضحة قوي في الأعداد، وفي دول أمورها تدهورت جدا. امبارح كان في توقعات إن أمريكا تصبح بؤرة الوباء في العالم، وفعلا اليوم أصبحت بؤرة الوباء في العالم، وأصبحت هي أكثر دولة من حيث عدد الإصابات، أكثر من الصين وأكثر من إيطاليا. والترتيب بقى كان الأول الصين وبعدين إيطاليا وبعدين USA أمريكا. الكلام ده كان أول امبارح أو امبارح، وكان على كده بقاله 3-4 أيام. النهاردة بقت أمريكا هي الأولى أكثر عدد الإصابات، يليها الصين وإيطاليا. ومن الواضح أن بكرة هتكون إيطاليا بعد أمريكا، والصين هتبقى رقم 3. بغض النظر بقى عن إذا كانت المعلومات بتاعت الصين دقيقة أو لا، إحنا لينا الأرقام اللي أنا بحلل الأرقام الموجودة عندي على الموقع، ولو إني ما بثقش قوي في أي دولة حكمها ديكتاتوري وإيه وبتحكمه في المعلومات، وخاصة إن الصين ما بتبعتش التقرير بتاعها أول بأول كباقي دول العالم. هما دولتين، الصين وكوريا الشمالية. الصين بتبعت التقرير تاني يوم الصبح، او مش الدول كلها بتبعت التقرير، يمكن اول ما يحصل حاجه يروحوا بعتين التقرير. يعني ممكن الدول تلاقي ايه بتبعت التقرير 3-4 مرات في اليوم طالما في تغيرات. كل تغير بيبقى، لكن الصين لا، بينتظروا لحد اخر اليوم ويبعتوه بقى ايه تاني يوم. وده طبعا عشان تمر التقارير على الجهات الحكمة ويقرروا ايه اللي يطلع وايه اللي ما يطلعش. ده لا طبعا كوريا الشمالية ما سيبك منها، دي خالص ما تعرفش، ملهاش حل، يا ملهاش حل، ما تقدرش تعرف اللي بيدور جواها ابدا. كوريا الشمالية دي اللي بينها وبين الصين حدود ارضية مفتوحة، وهي شريان كوريا. يعني لو قفلت الحدود الارضية ديت كوريا هتموت. 95% من التجارة بتاعت كوريا الشمالية مع الصين عن طريق الحدود، عشان يتجاوزوا الحظر اللي مفروض عليهم، الحظر التجاري المفروض عليهم. فخلينا نشوف التقارير. عندنا هنا الموقع بيقول ايه، ان عدد الحالات بقت 549,137 حالة. شفتوا قد ايه؟ اللي كان معايا امبارح كان الرقم كام؟ 400. امبارح كان الرقم 438,213. شفتوا؟ من 438,000 النهارده 549,000، يعني بزياده اكتر من 100,000 اصابه جديده في العالم. وعدد الوفيات بقى 24,863 حالة وفاة برضو. عدد طبعا طالما في إصابات كتيرة توقع أن يكون في وفيات كتير، لأن كل ما بتكتر الإصابات كل ما المنظومة الصحية ما بيزيد عليها العبء وتفشل. وقلنا قبل كده إن إيطاليا بدأت تتبع أسلوب الحرب، وبريطانيا حطت نظم برضو أو إرشادات لأسلوب مشابه. وقلنا أسلوب الحرب ده معناه إيه؟ إن الدكتور لو جاله 2 مرضى هيروح الدكتور لو جاله 2 مرضى هيختار
المريض الأنسب. يعني إذا اتنين، واحد كبير واحد صغير، هيختار الصغير. اتنين في نفس السن بس واحد عنده سكر وعنده ضغط دم ومشاكل تانية، هيختار الايه اللي ما عندوش مشاكل. فعدد الوفيات أصبحت 24,863. امبارح كان عدد الوفيات كام؟ 19,000. 19,650 الأحمر ده، يعني برضو زادت كام؟ 5,000 الوفيات، يجي 5,000 حالة وفاة زيادة. وما زالت الريكفري أو الحالات اللي بتتحسن 128,623، برضو الفرق يعني ما زالت متواضعة، بس في الحمد لله في تحسن أو في ناس بتشفى. العدد اللي هو 549,137 عدد الإصابات ديت من يوم ما بدأ الفيروس، في ناس خفت منهم اللي هم 128,000، فاللي باقي منهم نشط 395,651 حالة نشطة، منهم 95% منهم حالات خفيفة طفيفة، و5% حالات حرجة critical cases. دول لازم ياخدوا يعني شوفوا دي 20,971 حالة حرجة، مش ممكن. ومعظمهم حاليا فين؟ في أمريكا وإيطاليا وفرنسا إيران. مش ممكن أي الأنظمة الصحية تستوعب كل هذا العدد من الحالات الحرجة. ديت الحالات اللي انتهى أمرها، منها اللي توفى ومنها اللي خفت، وهو العدد ده اللي بنطرحه من عدد الإصابات الكلي، يتبقى لنا عدد الحالات النشطة. وده الكيرف بتاع عدد الإصابات، زي ما انتم شايفين عدد الإصابات ما زال بيتصاعد، 304، 378، 400، لحد ما انتم شايفين كده وصل للعدد بتاع النهاردة. وده عدد الوفيات نفس الحكاية، بيتزايد بالتراد، ما في ماشي، الخط يكاد يكون مستقيم لأعلى. نشوف الدول بالتفصيل. زي ما قلنا إن الدول بالتفصيل، زي ما قلنا أمريكا هي بقت أكثر دولة من ناحية عدد الإصابات، تليها الصين، تليها إيطاليا. بس زي شايفين إيطاليا 80,689 حالة إصابة. كم حالة إصابة جديدة في إيطاليا؟ 8,215 النهاردة، يعني من امبارح للنهاردة. كم حالة إصابة جديدة؟ 8,215 حالة إصابة جديدة من امبارح للنهاردة. العفو، ده الرقم ده بتاع جملة الوفيات في إيطاليا 8,215 حالة وفاة، هي أعلى رقم وفاة في العالم كله، أكتر حتى من الصين اللي هي 3,292. أمريكا بقت 85,749. طبعا الفرق ده مش عن امبارح، لا، ده الفرق ده اللي هو 314,000 إصابة، ده اللي زاد من خلال يعني من آخر تحديث ليهم، مش كل اليوم. كل اليوم بيتم بعد نص الليل بتوقيت جرينتش زيرو، بتوقيت زيرو بيتحسب العدد اليومي للزيادة. لا، أمريكا
كانت امبارح اقل من 80,000، يعني في يجي 6 7 تلاف، فممكن نشوفها في الايه، في الجدول بتاع امريكا. خلينا نشوف امريكا كده بسرعة الجدول بتاعها. ده إيطاليا، إيران، إسرائيل. الظاهر أمريكا مش عامل لها جدول، نعمل لها جدول مفيش مشكلة. شوف أمريكا، نشوف العدد الحالات الزيادة اليومية. طبعا قلنا أمريكا بقت 85,749 إصابة، والوفيات 1,304، والحالات اللي شفت 1,668. أمريكا الحالات اللي شفت هي دي الحالات اللي تم شفائها، أمريكا بجلالة قدرها سبحان الله. ده تفاصيل المدن بتاعت أمريكا. انا عايز بس الحالات يوميا، شوفوا الحالات اليوميه قد ايه. امبارح كان زياده في عدد الحالات هنا، ده 15,000، وده تاريخ امبارح. كان كام امبارح؟ كان زياده 13,355 حاله، دي امريكا. النهارده زادوا 17,224 اصابه جديده، اكبر عدد على مستوى الوباء كله زيادة في يوم واحد. نرجع للتقرير بتاعنا بتاع أمريكا. في أكتر دولة بعدها الصين، بعدها إيطاليا، بعدها إسبانيا، إسبين، بعدها ألمانيا وإيران. إيران دي تعتبر بؤرة الخطر أو الإبي سنتر أو مركز الوباء في الشرق الأوسط، هي وفي دولة جديدة أضيفت لها. تتخيلوا إيه هي الدولة الجديدة دي؟ كانت من أسبوع بس الحالات عندها معدودة، الحالات كانت عندها معدودة. إيه هي الدولة دي؟ وهي تمنا لأنها في الشرق الأوسط، إسرائيل. إسرائيل عدد الحالات بقت 3,035 إصابة. خلينا نشوف الجدول بتاع إسرائيل. 10 حالات وفاة، دي الإصابات 10 حالات وفاة، ودي الحالات اللي خفت فيها 49 حالة حرجة. خلينا نشوف الجدول بتاع شوفوا إسرائيل 324 حالة النهاردة، امبارح كان 439 حالة، قبليها كان كام؟ كان 438 حالة. شوفوا كانت بس من كام يوم؟ من يوم 8 مارس كان كام حالة؟ 11 حالة، حالات معدودة لحد فين؟ يعني كان عدد الحالات بسيط جدا جدا لحد يمكن من 10 أيام بس، في 10 أيام نطة كبيرة جدا. عندنا في الدول العربية برضو، من الدول العربية اللي أمورها إلى حد ما بتتزايد بسرعة شوية، وهي السعودية. السعودية بقت 1,012 حالة، 1,012 حالة. وبعد السعودية هيكون ما زالت في قطر 549 حالة، وفي عندنا مصر 495 حالة. البحرين بدأت أمورها يعني أقل شوية، ولذلك كانت البحرين ديت كانت قطر وبعديها البحرين في الدول العربية، دلوقتي بقت السعودية
وبعد السعودية قطر، وبعد قطر مصر، وبعدين البحرين. بس ما زالت احنا نحمد ربنا لان ما زالت الاعداد محدودة، وما زالت الفرصة عندنا كبيرة جدا جدا ان احنا نحتوي هذا الوباء ونتغلب عليه. واحمدوا ربنا ان احنا ما كناش الدفعة التانية، يعني هي الدفعة الاولى كانت الصين والدفعة التانية امريكا واوروبا. احمدوا ربنا ان احنا ما جاش علينا الدور التاني وتركنا شوية، الله اعلم، بس ان شاء الله ربنا يسلمها. اتركنا الركنة دي نفعتنا ان احنا اتعلمنا من الصين دروس، وتعلمنا من كوريا دروس، وشايفين اوروبا بتتبهدل قصادنا بقالها شهر، فتعلمنا دروس، اتعلمنا دروس، واللي ما يتبعش الدروس اللي اتعلمناها يستاهل اللي يجراله. بس نتعشم ان شاء الله ان ما يجيش علينا الدور، ومش محتاجين يعني نتعلم الدروس او نطبقها. ده كان وضع الدول النهاردة. في النهاية احب اقول لكم ان في اعراض بدأت تظهر جديدة ما كانتش متسجلة قبل كده. كنا قبل كده بنقول ايه؟ كنا بنقول ان مرض كوفيد 19 ده بيجي وجع في الزور، صداع، كحة ناشفة. وجع في الزور، صداع، كحة ناشفة، وحمى، وضيقة نفس، وتقل في الصدر، في الصدر. وفي أعراض تانية بقى، ممكن تيجي إسهال، ممكن يجي رشح كده. الحاجة الجديدة بقى ممكن يجي حاسة الشم، الواحد يحس انه ايه، ان حاسة الشم بتاعته ضعيفة جدا، وحاسة التذوق، يحس ان الاكل ملوش طعم في بقه. ديت من الاعراض اللي اتسجلت مؤخرا واتكلموا عليها يمكن امبارح، او بداية الكلام عليها من اول امبارح، واصبحت ديت من اعراض هذا المرض. ربنا ينجينا وينجيكم جميعا. انا نسيت اقول لكم ان احنا هنا في الفلبين بره، للناس يعني اللي تحب تطمن علينا، بدأت توصل الحالات 803. الفلبين برضو بدأت الأسبوع الأخير ده تتقدم، كانت هي تحت مصر 300-400 كانوا بيتناوبوا، النهاردة دي فوق دي تحت. النهاردة الفلبين بقى لها 4-5 أيام كل يوم كده 190، النهاردة شوفوا 96 حالة. بس ومع ذلك الواحد متفائل خير، لان هو الحكايه فيها سر، وسر سهل بس ممتنع. يعني هو ممكن تطبيقه للتخلص من هذا الوباء بسهوله، سهل بس ممتنع، الناس ما بتقدر، لانه محتاج الطرفين، محتاج المواطن ومحتاج الحكومه. محتاج المواطن يعمل اللي عليه والحكومه تعمل اللي عليها، واللي على الاثنين سهل، اللي على المواطن سهل مش صعب قوي، يمكن اللي على الحكومة صعب شوية، محتاج ميزانية ومحتاج تأمين المواطنين، تأمين معاشاتهم، تأمين أكلهم، فشوية فيها فلوس وميزانية. لكن اللي على المواطن سهل، سهل، السهل الممتنع، السهل الممتنع. طب أعلم، هعمل فيديو إن شاء الله أتكلم إيه هو السر اللي يخلينا ننجى من هذا الوباء اللعين، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.